اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في اشارة جديدة، وان شاء الله تعجبكم. انا عجبتني، بس ان شاء الله انها تعجبكم. اليوم راح نشوف اشارة ونفحص عليها ونشوف احداثياتها كاملة، ونشوف انه فحص القبر بيختلف عن فحص المغارة، وشو الطريقة اللي ممكن احنا نفحص فيها كعقبر. يعني احنا بنحكي على مسافة مترين في متر ونص كحد أقصى، كيف بنقدر نفحصها وشو الطريقة اللي بنقدر نفحصها فيها. تمام، جينا على هاي الصخرة يا إخوان، صخرة حلوة ظريفة مرتبة زيكو، لقينا إشارة مثلث. هاي هي إشارة مثلث، داخلها طبعا بصماتها، هاي بصمة تمام، وهاي بصمة، وهون زي السهم عاملة، شايفينها زي السهم، وضحت. عندي بصمة نزول مع إشارة لجف عليها جرن، هاي إشارة اللجف، شوفها مع بعض، إشارة لجف حلوة. فجينا قلنا هاي بدها تدل على قبر، جينا أخذنا توابع الصخرة كاملة، طلعت معنا إشارة ثانية اللي هي زي إشارة الشعوب، تمام، شكلها زي صاحبنا قال، هاي شكلها معلقة مطبخ، شو كده معلقة مقلوبة، ايوه تمام، اجت معانا بالشكل هذا وبالشكل هذا، تمام. هي حرف واي، يعني استبعدنا انها تكون حرف واي، هي حية براسين، خلينا نحكي استبعدنا انها كمان حية براسين. هي ايش هي؟ ما حدش عارف. هي شاعوب اللي هو الشوكة، هاي اللي كان يحملها البوسايدون، كان يحملها بوسايدون، هي شوكة برضو مش عارفين. تمام، يعني هاي الإشارة حلوة كثير وإلها معاني، بجوز أيامهم مش أيامنا، هاي أنا ما بعرفها. عند الإشارة جينا على النقطة هاي، لقينا مربعين بالشكل هذا، شكل جرة هو على كل الأحوال، تمام، يعني هاي الغطا وهي الجرة تبعتها، شايفينها كيف؟ يعني هاي عندي مربع هون ومربع هون، تمام، نفس بصمتها جنبها، امورها تمام. طيب اعتبرنا انه هاي هي قبر، اعتبرنا انه هذا قبر، وهاي تقريبا نفس الاشاره اللي شفناها تحت. اذا رمز، ممكن تكون رمز لقبيله، ممكن انها تكون، احنا ما بنعرف شو هي الاشاره، لكن احنا بنقول ممكن انها تكون رمز لقبيله، تمام. انا الاشاره ما بعرفها يا اخوان صراحه. اوكي، الان بدنا نفحصها نشوف ايش الوضع تبعها وايش دلالتها وايش هي ونشوفها. طبعا الاشارات احنا ما بنعرفها، بنفحصها بالسياق وخلصنا من هالسلافه، تمام. اي واحده؟ هاي الطبزه. طيب نفحصها بعدي، خلي معنا بعدي عشان صورنا بعدي. يلا طبعا اخوان، اليوم راح نستخدم اللي هو السيخ الجديد والسيخ القديم، السيخين. احنا قلنا ضروري انه يكون الاسياخ هاي موجوده معك، حتى لو اخذت السيخ الجديده فالسيخ القديمه ضروري انها تكون معك، يعني راح تحتاجها. احنا استخدمنا هاي الاسياخ، تمام، عشان الزاويه القائمه اللي احنا بنحكي عنها، اللي هي الزاويه القائمه هاي. انا لسه مش قائمه، هيك قائمه هاي، تمام، هاي الزاويه القائمه اللي احنا بندور عليها، هي اللي احنا بدنا اياها. فكانوا الناس كثير انه مع فحص الاسياخ هذولا تلاقي انه في اخطاء صارت عنده، فسوينا هذول الاسياخ عشان الاخطاء هاي نتداركها ونبعد عنها. طيب اليوم راح نفحص على هذا السيخ واحد اللي هو تبع الفراغ، شلنا منه تقريبا العشرة سنتي يا اخوان، شلنا منه العشرة سنتي هذول. دقيقة، اعصابك فاتت شكلها. شلنا منه العشرة سنتي هاي، ماشي، اللي هو صار سيخ معدن، ماشي، يعني هو سيخ المعدن مش معاي اليوم في البيت، لكن هيك صار سيخ معدن، فشلنا العشرة سنتي هذول، ما لهم مش علاقة لأنه هذول خلف الفحص، أمام الفحص هو من هون لهون اللي هي 30 سنتي، تمام. راح نبلش على هذا أول يا إخوان. الإشارة اللي شفناها هيا هو، هي أنا بدي أوقف عليها الإشارة، هي الإشارة اللي هي حكينا عنها حية ولا شعوب، والله ما أنا داري، تمام. احنا بهمنا انه فيها
لجف، يعني فهمنا انه فيها لجف وفيها اشارة مثلث دلالة القبر، واللجف واضح ومبين واموره تمام التمام. طيب لان نفحصها معدن في هذا، لانه انا بدي افحص من فوق الموقع، ما بدي ابعد عنه، بدي افحص من فوقه في حالة وجود المعدن، واحنا فحصناها في حالة وجود المعدن ماشي، بقدر اركز في المعدن عن طريق هذا السيخ لحاله. لا تنسى فتح الرجلين وال لا فتح الرجلين، اذا انت هي فتح الرجلين اذا انت بدك تشوف اذا في ترددات على الجبل ولا لا. يعني ما فيها فتح رجلين هاي، لكن احنا فوق الموقع فيها فتح رجلين. تمام. في رفع القناة بدناش نقلبها قناة وسخة، قناة وسخة خليها قناة محترمة. احنا لا يا اخوان احنا بنعلق بس على الفندان، الفنان جورج حرير، بس هاي هي المقصد حبيبنا. تمام. الان بدي افحص انا من فوق الموقع. لاحظوا معي حركة السيخ بسيطة، انا حاط 90 درجة. تمام. اذا بعطيني قاعد انه في معدن ماشي، الان عشان اقدر احدد المعدن ها بدي اشتغل عليه. هسا احنا كل الفكرة انه بدنا نفحص القبر ماشي، مش المعدن اللي داخل القبر، لكن بدنا نتاكد انه فيها معدن عشان نتعب عليها او ما نتعب عليها ماشي. حركة بسيطة. اذا نقطة صفر عندي ماشي. طب بدي ابعد عنها شوي، ابعد عنها شوي واروح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. طب تعطيني نقطة الصفر نفسها او لا؟ طبعا طبعا شدة نقطة الصفر لاني فوقها بده يكمل السيخ، لان انا ما بيهمني يكمل السيخ، بيهمني يوقف لعند ايدي وخلص. تمام. يعني تكملة السيخ لانه انا صرت فوق الموقع، فوق نقطة الصفر بالضبط. لاحظ مع بعض، سهلة مش صعبة، هذا المطلوب منكم بس بهاي الاسياخ، هذا المطلوب منكم. طيب نشيل هاي الاسياخ ونشتغل على الاسياخ الثانيه. عندي اشاره لجف يا اخوان. تمام. عندي اشاره لجف، اذا في عندي حفر مع الميلان. تمام. حفر مع الميلان بالاتجاه العلوي، يعني ميلان الارض اللي احنا بنحكي عنها هذا هو هيك هيك ميلانها. اذا شغلي وين راح يكون؟ بالاتجاه هذا، ما راح يكون بالاتجاه العكسي، راح يكون بالاتجاه هذا. اشاره اللجف جايه جانبيه يا اخوان، لكن وضع تمويل هون في لجف ثاني، وضع تمويل مع السيال في لجف ثاني هيو. تمام. اذا صار في عندي مساحة اللي اشتغل فيها، اللي هي من بداية اللجف لنهاية الاشارة هاي. طيب نشتغل عليها. تعال بعدي هون جنبي، الان اوقف على اشارة اللجف واحاول انه السيح يقرب علي، يعني احاول السيخ يقرب علي اكثر ما اقدر، يعني مش هيك افحص، لانه هيك انا طلعت من القبر، هيك المفروض ماشي. بدي احاول السيخ اقربه علي كثير، انا بيهمني حركة السيخ لانه هو فراغ، بيهمني حركة السيخ بس بالتأكيسة تبعته وخلصنا من السلافة. بمسك السيخ وبمشي شوية شوية ماشي مع حركة السيخ. الان السيخ قاعد بعطيني تسكير، اذا سكر معي هون في المنطقة هاي. طب لو بدي اجي احسبها من هون بنحكي على 1.5 متر، 2.5 متر. طيب اخذنا الطول تبع الميت تبع الجثة الموجودة، الان بدي اخذ العرض، راح اوقف على اشارة اللجف مرة ثانية، لكن تعبوا علي من هون بس. لكن الان الحركة الاولى اللي حركناها اللي هي تقريبا كان جنب جسمي، الان شو بدي اسوي؟ بدي افحص بشكل جانبي. تمام. الفحص راح اغيره بشكل جانبي، من اشارة اللجف بدي افحص بشكل جانبي اللي هو هذا، هو هاي الطريقة اللي احنا بنحكي فيها. الان قاعد بسكر معي، سكر هون، وضحت؟ مش ضروري يعني اكون انا هيك، يعني ممكن انا افحص هيك عادي، سكر معي بالمكان هذا. برجع بعيدها عشان تشوفوها. صعبة؟ مش صعبة، سهلة يا اخوان. باجي بفحص جانبي، بمشي. تمام. مجرد ما مشيت سكر معي لانه هو عبارة عن قبر. طيب وصلنا هاي المنطقة، عشان ما يكون قريب التسكيرة الثانية، يعني ممكن يكون متر ونص بس، يعني متر ونص هاي لحد هون. تمام. باجي بعمل نفس الطريقة، تعمل هون نفس الطريقة من عند التأكيسة اللي اكست فيها. نفس الطريقة بشكل جانبي، بتعدى عن الحاجز اللي انا اخذته وبمشي بشكل جانبي. اذا قبره كبير هذا الزلمة شوي، يعني اعطاني تقريبا متر ونص، تقريبا متر ونص بمترين ونص.
تمام، متر ونص في مترين ونص، اذا هذا هو حدود القبر. الان اتبعنا الطريقة اللي هي هيك ماشي، ومشينا بشكل جانبي عشان المساحة تبعت القبر، لانه صعب انك انت تجيب القبر اذا انت مديت ايدك. يعني على سبيل المثال اكس معي هون، وقفت فوق الخط اللي اكس معي فيه ومديت ايدي، انا طلعت من القبر. مجرد ما مديت ايدي طلعت من القبر، الان ما راح يعطيك الحد الثاني، وضحت؟ بس مجرد ما طلعت من يعني هيك هيك الفحص العادي الطبيعي ماشي، اذا بعمل هيك طلعت انا من القبر، اعطاني نص وظل ماشي، بعديها ظل فتح، برجع بفتح مره ثانيه. اذا اخذنا القبر هذا، اخذناه من عند اشاره اللجف، احنا بنحكي قاعدين على مترين ونص في متر و75 تقريبا، متر ومتر ونص، متر و75 تمام. اخذنا القياس بالشكل الصحيح، اخذنا حدود القبر. الان لو بدنا نحفره بنعرف ايش فيه، بنعرف فيه معدن، حدود القبر كامله، بنعرف مكان الدخول، بنعرف كامل الامور اللي احنا بندور عليها. اعطينا بعدين. وزي ما حكينا يا اخوان، الاشاره اللي احنا مش فاهمين شو هي، طلعت اشاره تكنيزيه لكن مش تكنيز قوي جدا، يعني احنا بنفحص قاعدين من فوق الهدف. اذا اشاره حلوه وبتعطي نتيجه قاعده، يعني بتعطيني انه فيها معدن زي ما احنا شايفين، اشاره اللجف زائد اشاره اللجف الثانيه، اذا الثنتين تبعت لبعض، اذا الحفر راح يكون عندي من المكان هذا هيك ودخول للقبر. المثلث اكد عندي وجود المدفن، المربعين هذولا اكدوا عندي وجود الشغل كامل 100%. شفتوا كيف سهله يا اخوان؟ صعبه والله بعدي، والله كل شيء صعب بحكي ايهاب، كل شيء صعب صح؟ اصعب من هيك ما في. يعني شغله مش صعبه يا اخوان، تقدر انت تشتغلها، اي واحد بيقدر يشتغلها، اي واحد ياخذ الاساسيات بيقدر يشتغل عليها وبيقدر يسوي اللي احنا قاعدين بنسويه. مش احنا مش جايين من الفضاء الخارجي يا اخوان، معلومات بسيطه اساسيات بنشتغل عليها، الحمد لله امورنا طيبه تمام. اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه وفعل الجرس، اللي مش حاط لايك يحط لايك، لانه احنا بنحب لايكاتنا قبل ما نبلش، لكن هسه احنا خلصنا الفيديو ناخذ لايكاتنا تمام. اهلا وسهلا فيكم.